القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان والزراعة السيد يحيى والأحمد الواقف والتعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد لمين واللابي والشيخ الحضرامي. وقد تحدث الناطق باسم الحكومة في بداية حديثه عن أسباب انعقاد اجتماع مجلس الوزراء بمدينة روسو. أريد أن أنبه بأهمية هذا الحدث اليوم الذي يتجسد في انعقاد مجلس الوزراء في إحدى عواصم ولايتنا الوطن الحبيب، وذلك حرصا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ القزواني على لا مركزية العمل الحكومي وتقريب نشاطات الحكومة من المواطنين. كما تهدف هذه الزيارة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الحكومة بغية الوقوف على أنشطة قطاعاتهم ومعرفة مستوى تقدمها. وبدوره قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية إن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية المحلية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيف بالمياه الصالحة للشرب سيزود القرى الواقعة بين غوراي وكيف. وتحدث وزير الزراعة بدوره عن جملة من الإجراءات تم اتخاذها للنهوض بالقطاع الزراعي. وكان للشرف تقديم بيان عن واقع وآفاق القطاع. هذا البيان انتج عنه قرارات قبلها مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية. هاي القرارات الرئيسية اللي اتخذ مجلس الوزراء الأول منها التزام الحكومة بإعادة الاعتبار للتكوين الزراعي والبحث الزراعي والإرشاد الزراعي. النقطة الثانية اللي أعطى بها رئيس الجمهورية توجيهاته هي خيار ميكنة الزراعة المطرية نظرا المجهود الصعب اللي يواجه المزارع بالنسبة للزراعة المطرية وانخفاض مردودية الزراعة المطرية. رئيس الجمهورية قرر أن الحكومة تبدأ في برنامج خلال السنوات المقبلة يمكن من إدخال الميكنة بشكل تدريجي للزراعة المطرية. القرار الثالث اللي أصدر عن مجلس الوزراء يتعلق برنامج خاص للسدود بغلاف مالي 40 مليار خارج الميزانيات المرصودة لذا المجال، ومن أجل دعم القطاع وتحفيز المزارعين على الاستثمار رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته لوزير المالية من أجل العمل على إعفاء جميع المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة من التعريفات الجمركية. النقطة الأخيرة اللي قبل فيها رئيس الجمهورية قرار خلال المجلس بخصوص مديونية التعاونيات الزراعية. مجلس اطلع على وضعية مديونية التعاونيات الزراعية ولاحظ أن فيه تعطيل القدرات الزراعية حدود 10 إلى 13 ألف هكتار معطلة نتيجة مديونية التعاونيات الزراعية. رئيس الجمهورية أعطى توجيهات الوزير المالية وزير الزراعة أنهم يستحدثوا آلية تمكن من رفع التعطيل عن 13 ألف من أجل استغلالها. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدوره تحدث عن المادة 70 من مشروع القانون الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين. أنا كان اليوم الشرف أني أقدم مشروع مرسوم يتعلق بالمرسوم 126/2006 المتعلق بالنظام الخاص للمدرسين الباحثين والجامعيين والاستشفائيين الجامعيين. فماتين أساسيات هم اللي كانوا موضوع التعديل. المادة 70 تتعلق عن تعيين الأساتذة المبرزين الحاصلين على الترقية
إلى درجة أساتذة استشفائيين جامعيين على غرار أساتذة الجامعات، فلا يتعود موجب مقرر بدل مرسوم. المادة 74 جديدة، وهي أن مسابقة الولوج إلى سلك المدرسين الاستشفائيين الجامعيين تفتح أمام جميع المترشحين الذين استوفوا متطلبات المسار العادي لتدريب الإقامة لمدة لا تقل عن 4 سنوات للتخصص، غير أن الترتيبات الجديدة تميز بين المرشحين والكتاب الخارجي والكتاب الداخلي.